فكرة حلوة. يلا يلا أنا رح أعد وأنتوا تخبوا. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. راضي يعترف من المتهمين، ما في غيره بقدر يحل القضية. يكتشف الغامض والمحيط، يستنتج بالعقل الكثير. كونان الرجل الصغير يسعى دائما، المحقق كونان يبدو واثقا، ها جاهدا لا يخشى. اهلا بالمحقق العظيم كونان. كونان أسرع فالزمن يجري يا كونان، كونان هيا يا كونان. يا لها من جريمة خطيرة ومعقدة، كيف أحلها؟ لكن لازم هناك جنيتين كاملة. يبدو أن السرقة أحد هؤلاء الثلاث. أنا عرفت المجرم. ها؟ هو أنت يا عمر، الدليل أن الشوكولاتة لعبلت لونها. ها؟ لا مش أنا. كلا، المجرم ليس عمر، المجرم هو أنا. ها؟ ها؟ لا لا مش أنا، عمر، والدليل على الشوكولاتة اللي على وعيي. هذه البقعة من هذه العلبة. أنت غلطان هالمرة يا محقق عظيم. شو دليلك أنه أنا؟ أريد
أريد أن أعرف نفس باسرة خلال عقول الغامضة. حسنا. يكتشف الغامض والمثير، يستنتج بالعقل الكثير. كونان الرجل الصغير يسعى دائما. المحقق كونان يبدو واثقا. ها لقد سار إلى الحقيبة وأخذت بيضة سكندر أكلتها، ثم بحثت عن مكان تخبأ أي جريمة، وهي هذه اللعبة. وإذا كان تجد الوقت الكافي للاختباء في مكان صعب. أنت يا سارة أعز صديقة عندي بتكليك كندر تبعتي. أنا آسفة، سامحيني سامحيني، ما كان قصدي. كيف حالك يا كونان؟ وكيف لان والعمتوق؟ مش ناوي تكبر وتريحنا؟ كمان مرة؟ أسرع. يلا كمان مرة. أنت غلطان هالمرة يا محقق. يا عظيم شد. لولا أنت غلطان هالمرة يا محقق يا عظيم. أنت غلطان يا محقق العظيم. شو؟ مش انا. كلا المجرم ليس عمر، المجرم هو انت. سنتايتي مفتوحة من الجهة الثانية الكثيرة. يا الله طلع عليهم بسط بدون مدرس. يلا كمان مره بس شوي شوي. هذه البقعه استنى بعد الاكشن، بعد الاكشن هلا بقول لك. يلا عشان صوت قول انت. طلع الحرميه كمان. هز راسك، هز راسك. ليش بتضحكي انت؟ تكلم انت. خلص هذا عمر والدليل شوكولاته الاواعي. يلا. لا لا مش انا، عمر الدليل على اواعي. الدليل شوكولاته الاواعي انت نسيت. يلا واحدة بس مرة، يعني بس مرة.